بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. شهدنا عمرو وادي، أنا كنا معكم في مادة القانون الجنائي مع التعمق لأستاذنا الدكتور عمر الفاروق الحسيني من المقر الدراسي، دراسة في أحكام الإجراءات التحفظية الجائز اتخاذها ضد الشخص المتهم وأمواله في مرحلة ما قبل المحاكمة. ومعانا دكتور محمد عزيز، اتفضل دكتور محمد. الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهارده بنتكلم في الإيه؟ الإجراءات التحفظية. المادة الجنائي عامة محتاجة تركيز، محتاجة تركيز، مش عاوزة أحفظ. الحفظ ملوش لازمة، أحفظ العناصر فقط، لكن أركز في الحاجة اللي أنا أشوفها أركز فيها. إن جنائي كله تركيز، كله تركيز. كويس، عندنا إجراءات تحفظية هنا. الدراسة هنا تنقسم إلى 3 أقسام، 3 فصول. الفصل الأولاني الأحكام العامة المشتركة للإجراءات التحفظية ضد المتهم. الفصل الثاني الإجراءات التحفظية الماسة بشخص المتهم. الفصل الثالث الإجراءات التحفظية الماسة بأموال المتهم. كويس، إحنا هنبدأ نشتغل فصل فصل. الفصل اللي هنخلصه يبدأ لو احنا في سؤال قبل ما نقلع الفصل الثاني نعرفه، ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم نطلع من كل فصل هنشرحه او هنتكلم فيه نبقى عارفينه فاهمينه، بمعنى صح نبقى فاهمينه كله كويس، على اساس ان احنا لو جالنا سؤال في الامتحان من اي فصل من هذه الفصول يبقى احنا عارفينها. هنبدأ نتكلم في الفصل الأولاني. احنا اتكلمنا فيه قبل كده بس هنبدأ نعيد من الأول تاني عشان الناس اللي ما حضرتش معانا. اللي هي الأحكام العامة المشتركة للإجراءات التحفظية ضد المتهم بنوعية. الأحكام المشتركة دي بتنقسم إلى 4 مسائل. 4 مسائل، خلي بالك هنا 4 مسائل، كل مسألة لها 3 عناصر أو عشان برضو يبقى عندك خلفية، فالعناصر دي لازم أعرفها، لازم أعرفها. أول حاجة التعريف بالإجراءات التحفظية، دي رقم واحد. أول مسألة التعريف بالإجراءات التحفظية. المسألة الثانية الإطار القانوني اللازم لاتخاذ الإجراء التحفظي، الإطار القانوني. 3، الطبيعة المؤقتة للإجراء التحفظي. 4، رقابة القضاء على الإجراءات التحفظية. يبقى عندي هنا 4 نقط، 4 نقط في الفصل الأولاني، 4 مسائل. ماشي، يبقى بنتكلم في الأحكام العامة المشتركة للإجراءات التحفظية ضد المتهم بنوعيها، اللي هي الشخصي ونسبة إيه الأموال والحاجات دي. إجراءات تعريف بالإجراءات التحفظية، إطار القانوني، تابعة مؤقتة، رقابة قضائية. 4 نقط نتكلم، هنبدأ ناخدهم نقطة نقطة. أول نقطة هنتكلم فيها اللي هي التعريف بالإجراءات التحفظية ضد المتهم، دي أول مسألة هنبدأ نتكلم فيها. تعريف بالإجراءات التحفظية ضد المتهم فيها 3 عناصر، زي ما قلت لك كده كل مسألة فيها 3 عناصر أو 4 عناصر، لازم دول يتعرفوا ويتحفظوا كويس. دول لا كويس يتحفظوا عشان اقدر اتكلم، وانا بتكلم ابقى فاهم بقول ايه. اول نقطه ال3 عناصر اللي هي تعريف الاجراءات التحفظيه هم: اول حاجه بيان ماهيه الاجراء التحفظي، موضع الاجراء التحفظي من مراحل الدعوه الجنائيه، الغرض ايه من الاجراء التحفظي. يبقى عندي ال3 عناصر في تعريف الاجراءات التحفظيه. هنتكلم في العناصر دي عنصر عنصر. أول عنصر بيان ماهية الإجراء التحفظي. إيه بيان ماهية الإجراء التحفظي هنا؟ أول إجراء تحفظي على شخص متهم أو إجراء تحفظي على أمواله. الإجراء التحفظي ده يا جدعان عشان يبقى عندكم خلفية ليس حكم بإيدينا، لكنه قيد احتياطي، يعني هو مش حكم، هو مش حكم بإيدينا لكنه قيد احتياطي. أجاز المشرع، المشرع أجاز هذا الإجراء التحفظي. طب أجازه إيه؟ الغرض معين؟ طبعًا عشان تحقيق غرض محدد. إيه هو الغرض ده بقى؟ بقى خليك ماشي معايا واحدة واحدة، ماشي معايا سنة سنة. المشرع أجاز
إغراء تحفظي. طب أجازه ليه؟ بغرض محدد. إيه هو الغرض دون؟ تنفيذ حكم لم يصدر بعد بإدانة إيه؟ المتهم. يبقى الغرض هنا من إغراء تحفظي إيه؟ تنفيذ حكم لم يصدر بعد بإدانة المتهم بحكم نهائي. ماشي؟ طيب الأمثلة اللي هنا زي إيه؟ هنا زي إيه؟ القانون اللي هنا اللي بنفذ الحاجات دي اللي هو تنفيذ حكم لم يصدر بعد مثلا. إيه هي الأمثلة اللي هنا أو إيه هي القوانين اللي إحنا بنتكلم عليها؟ هما قانونين، قانون الكسب غير مشروع وقانون مكافحة غسل الأموال اللي إحنا هنتكلم فيهم كتير جدا جدا جدا. كويس؟ طيب هل ماهية الإغراءات التحفظية بتختلف باختلاف القانون؟ ماهية الإغراءات التحفظية بنوعيها بتختلف باختلاف القانون اللي هو بيجيز اتخاذها ولا لا؟ أولا عشان تعرف الإغراءات التحفظية بتخضع لإيه؟ للقانون العام. طب القانون العام ده هو إيه؟ القانون العام هو قانون الإجراءات الجنائية. يبقى عشان يبقى عارفين لا تختلف ماهية الإغراءات التحفظية. ماشي؟ باختلاف القانون. ليه؟ لأن اتخاذها بتخضع للقانون العام، والقانون العام هو قانون إيه؟ الإجراءات الجنائية. اللي هو حدد لها القيود إيه؟ الشكلية والزمنية والموضوعية. كويس؟ عندي قيود إيه؟ قيود ملزمة. يعني لازم يخضع الإجراء التحفظي لرقابة القضاء. لازم أي إجراء تحفظي لازم يخضع لرقابة القضاء. طب النقطة الثانية، موضوع الإجراء التحفظي بمراحل دعوة جنائية. عرفنا أول نقطة هي إيه؟ ماهية الإجراء التحفظي. ماهية الإجراء التحفظي. ثاني حاجة، موضع الإجراء التحفظي من مراحل دعوة جنائية. النقطة دي مهمة عشان دي النقطة دي هنتكلم فيها كتير أوي قدام. ماشي؟ الإجراء التحفظي في مرحلة ما قبل المحاكمة. يتم اتخاذ الإجراء التحفظي فين؟ في مرحلة ما قبل المحاكمة. طب مرحلة ما قبل المحاكمة كتير جدا، تحقيق واتهام في مراحل كتير. لكن هنا فيها تعدد مراحل، مراحل كتير جدا. أهمها هي إيه؟ مرحلة التحقيق الابتدائي. اللي هي إيه؟ حصل فيها مشرع، حصل فيها المشرع اتخاذ الإجراءات التحفظية. خلي بالك من النقطة دي معلش. اتخاذ الإجراءات التحفظية في مرحلة ما قبل المحاكمة. في حاجات متعددة كتير جدا قبل المحاكمة. تحقيق والاتهام والحاجات دي كلها والاستجوابات والكلام ده كله. هنا عندك المشرع أو كمان عندنا لك إيه؟ مرحلة أهم شيء مرحلة عند المشرع فين؟ الإجراءات التحفظية اللي خلق فيها مرحلة التحقيق الابتدائي. يبقى موضوعه من الدعوة مراحل الدعوة الجنائية إيه؟ مرحلة ما قبل المحاكمة، بيتاخد في مرحلة ما قبل المحاكمة. طيب إيه الغرض من الإجراء التحفظي؟ هل الإجراء التحفظي ده ما بيلحقش بالمتهم إزاء أو حاجة؟ لا، مهما كان نوع الإجراء التحفظي، مهما كان نوع يلحق بالمتهم إزاء، بس إزاء إيه؟ غير مقصود. إزاء غير مقصود. ليه؟ لأنه قلنا الإجراء التحفظي ليس عقوبة، ليس عقوبة، ولكنه إيه؟ أقرب للتدبير الاحتراضي، أقرب للتدبير الاحتياطي الاحتراضي. ماشي؟ طب ليه بيعمل كده؟ خايف زي الحبس الاحتياطي، خايف إن إفلات المتهم عندما يقضى بإدانته. يعني متهم موجود هنا عملت إجراء تحفظي، فخاف ليه ان هو يفلت من العقاب؟ يعني يجي تحكم عليه بالإدانة ما تلاقيهوش، لا عليه إجراء تحفظي لما يجي بحكم بإدانة هتلاقيه ايه قدام عينيه. ماشي؟ طيب إجراء تحفظي يؤثر على حرية ايه المتهم اذا كان ايه بس بحريته. ماشي؟ طب هنا إجراء تحفظي بس جاءت عقوبة المتهم وكان محبوس احتياطي اللي بيحصل هنا حضراتكم محامين، مدة الحبس الاحتياطي بتتاخد كده من مدة الإدانة كلها، يعني الراجل خد سنة وبقاله شهرين محبوس،
يروح واخد الشهرين من ضمن السنه، يروح دي مديك بقيه المده بتاعتك اللي انت هتقضيها ماشي في الحبس موجود، في الحبس الموجود. اوكي، دي الاجراء ايه التحفظ. في عندك النقطه الثانيه، اجراء التحفظ على اموال المتهم. ده مجرد تمام، مجرد تمام عشان انا اعمل اجراء تحفظ على اموال المتهم، ده مجرد ضمان. ليه؟ لتنفيذ الجانب المالي من من ايه؟ من حكم بالادانه لم يصدر بعد، خلي بالك من الحته ديت، حكم بالادانه لم يصدر بعد. قلنا قبل كده النقطه اللي فاتت مرحله ما قبل المحاكمه، اذا ما فيش حكم لسه اتحكم بيه برضه ايه؟ في الاموال. حكم بالادانه لم يصدر بعد. ماشي؟ طيب في الاموال هنا اللي بيتعلق في الاموال هنا، الشرع قال لك ايه؟ سواء بقى في كل الاجراءات الجنائيه او كسب غير مشروع او قانون غسل الاموال والكلام ده كله، اجاز التحفظ. خلي بالك بقى المشرع ايه؟ اجاز التحفظ على اموال المتهم وزاويه واورده القصر. المشرع قال لك لا، هتحفظ على اموال المتهم ماشي وزاويه واولاده القصر. كويس. يبقى هنا عندي هنا حاجه تانية دلوقتي، الراجل دون اللي انت تحفظت على امواله، طب تحفظت على اموال زوجته وعلى اولاده القصر، طب انت دلوقتي اموال زوجته مش تبعك، او بمعنى اصح كان متجوزها قبل كده او حاجه زي كده واموالها مش اموالك. قال لك نعمل ايه؟ اعمل ذمه ماليه لكل الزوجين، دي تعملها ذمه ماليه ودي تعملها ذمه ماليه. طب الاراضي القصر اثبتوا ان هذه الاموال ليس ايه؟ اموال المتهم اللي هو ابيهم. اوكي؟ طيب الشغل ده كله قال لك في هنا الماده 208، الماده 208 خلاص. ايه الماده 208؟ هي بتقول ايه؟ اللي هي اجراءات جنائيه. استبدال التعديل كلمه ايه؟ الدلائل الكافيه. قال لك الادله الكافيه دي مكان دي تحط دي مكان دي، ماده 208 اللي هم بيستعملوها في هذا الشغل بتاعنا اللي احنا ايه؟ الاجراءات التحفظيه. انا كله هيبقى على المدى 208 ماشي. يبقى احنا خلصنا الجزء الاولاني، المساله الاولانيه اللي هي ايه؟ او مساله عليه بالاجراءات التحفظيه ضد المتهم، وكلمنا في ثلاث نقط، بيان ماهيه الاجراء التحفظي، موضع الاجراء التحفظي من مراحل الدعوه الجنائيه، من موضع الاجراء التحفظي من مراحل الجنائيه، ثالث حاجه الغرض من الاجراء التحفظي. كويس. نيجي المساله الثانيه في الاجراء التحفظي، ايه المساله الثانيه؟ الاطار القانوني. الاطار القانوني ده مهم جدا ماشي. الاجراء التحفظي ايه المقصود بالاطار القانوني؟ الاطار القانوني ده هو عباره عن دايره، الاطار القانوني والاطار القانوني طبعا عن دايره او سياق. هنتكلم في اطار القانوني، هنتكلم اربع نقط بالظبط، اربع نقط. يعني ايه الاربع نقط؟ او مثلا احنا انا عامله اربع، واحد اثنين ثلاثه اربعه ورا بعضيهم عشان ايه؟ يبقى انت عارف ايه هو الاطار القانوني. اول حاجه قال لك ايه؟ هو السياق الذي جاوز فيه اتخاذ واحد او اكثر من الاجراءات التحفظيه. يعني ايه هو السياق؟ يعني قلنا زي دايره، هو السياق اللي احنا بنخش في قلبين، دي رقم واحد. تاني حاجه قلنا من دقيقه واحده، الدعوه الجنائيه في مرحله ما قبل المحاكمه، في مرحله ما قبل المحاكمه هي الاطار القانوني لاي، دي رقم اثنين. طب رقم ثلاثه، الاجراءات تمثل شقا من اجراءات التحقيق، الى جانب ايه؟ الى جانب الشق الرئيسي اللي هو ايه؟ اجراءات جمع الادله. رقم اربعه، المتهم هو الطرف الثاني في الدعوه الجنائيه في كل مراحلها، من اول تبدا الاحاله، تحقيق احاله لغايه الطعن، المتهم هنا هو الطرف الثاني في الدعوه الجنائيه. كويس. يبقى عندي اربع نقط انا قلتهم المقصود بالاطار القانوني. اول حاجه هو السياق الذي يتجاوز فيه اتخاذ ايه؟ واحد او اكثر من الاجراءات. اثنين، الدعوه في مرحله ما قبل المحاكمه هي الاطار القانوني. رقم ثلاثه، الاجراءات تمثل شقه من اجراءات ايه؟ التحقيق، بجانب ايه؟
الشق الرئيسي اللي هو ايه؟ اجراءات من الادله. لان هنا قلنا ايه؟ خلي بالك ان هنا الدعوه الجنائيه هنا في مرحله ما قبل المحاكمه في تحقيق ابتدائي. اخر حاجه المتهم هو الطرف الثاني في الدعوه الجنائيه. طيب في هنا دعايم اساسيه في الاطار القانوني. في اربع دعايم اساسيه في الاطار القانوني. ايه هم الدعايم اللي في الاطار القانوني؟ وجود الدعوه الجنائيه التي يتخذ الاجراء من خلالها. دي رقم واحد. الدعوه الجنائيه موجوده، يبقى عاوز اعمل فيها دعوه جنائيه، اجراء التحقيق الابتدائي في الدعوه الجنائيه، الدعوه الجنائيه موجوده ابدا احقق فيها. دي رقم اثنين. رقم ثلاثه توجيه الاتهام الى من اتخذ اجراء ايه؟ التحفظ ضده اللي هو المتهم. رقم اربعه المخاصمه. انعقاد الخصومه ما نوجه اليه ايه؟ نوجه التهم دي. يبقى عندنا اربع نقط الدعائم الاساسيه اللي يتحتم الاتهام بها الاطار القانوني. هنتكلم في اول نقطه وجود الدعوه الجنائيه. لزوم وجود الدعوه الجنائيه التي يتخذ الاجراء التحفظي من خلالها. طب ايه الدعوه الجنائيه دي؟ احنا لما نخش في دعوه جنائيه. الدعوه الجنائيه دي يعني اطار اجرائي شامل بيتم داخله جميع الاجراءات الجنائيه اللي هي ايه؟ اول حاجه تحريك الدعوه، تحقيق الدعوه، التصرف الدعوه لغايه ما اشوف تصرفها امام جميع المحاكم. يبقى هنا ايه؟ الدعوه الجنائيه اطار اجرائي شامل داخله جميع الاجراءات القانونيه. اللي هي تحريك الدعوه وتحقيقها والتصرف فيها وكل ده الدعوه الجنائيه. طيب اتخاذ الاجراء التحفظي هنا جائز بقرار من سلطه الاتهام او بحكم محكمه بناء على طلب من سلطه التحقيق والاتهام. الاجراء التحفظي هنا جائز بقرار مين؟ من سلطه الاتهام. ماليش دعوه بالمحكمه. دي رقم واحد. الثانيه او بحكم المحكمه بس بناء على ايه؟ بناء على طلب من سلطه التحقيق او سلطه الاتهام. ليه؟ لان الاجراء التحفظي في مرحله ما قبل المحاكمه، احفظ الحته دي قوي. الاجراء التحفظي بيكون فين؟ في مرحله ما قبل المحكمه اللي هي مرحله التحقيق الابتدائي. احفظ لك كويس الحته دي. ماشي؟ طيب الدعوه بمرحله التحقيق الابتدائي تكون تجاوزت جميع الاستدلالات. تجاوزت جميع الاستدلالات الدعوه. ماشي؟ هل يصدر امر التحفظ بناء على معرض التحريات؟ يعني في تحريات وفي شهود والتحريات اتحطت في معرض التحقيق الابتدائي، هل في الساعه دي هيصدر امر التحفظ على الشخص؟ طب كويس قوي. انت دلوقتي جبت لي تحريات كويس وجبت شهود وجبت ده كله، ده كله هل ذو الشأن موجود؟ الراجل اللي انا عاوز اعمل عليه الاجراء التحفظي اللي هو المتهم موجود؟ مش موجود. يبقى لازم يكون موجود ذو الشأن. ذو الشأن ليه؟ لاستجوابه ومواجهته بالتهمه الموجهه اليه اللي هي الدعوه. لازم في دعوه في تهمه موجهه اليه، يبقى لازم موجود ايه؟ لازم موجود ذو الشأن، لازم الراجل ده يكون ايه؟ يكون موجود. ده اول حاجه لو وجود الدعوه الجنائيه اللي تاخد دعوه تحفظي من خلالها. طب تاني حاجه عاوزين نعمل تحقيق، اجراء التحقيق في الدعوه الجنائيه. خلاص في دعوه جنائيه اهو دلوقتي، خلاص في دعوه. نبدا ايه؟ نحقق في الدعوه ايه؟ الجنائيه. تحقيق ايه؟ ابتدائي وليس هنوصلها دلوقتي للمحكمه، لا هنعمل تحقيق ابتدائي لان ده اجراء تحفظي. طيب التحقيق ده دون هو الاداه اللي بيمكن من خلالها صوت تحقيق اللي هي تستدعى اتخاذ اجراء تحفظي. لما بنتكلم دلوقتي تحقيق ابتدائي يبقى فيه هنا ايه؟ ناخد اجراء تحفظي. سواء بقى كان مس بالحريه، بالحبس الاحتياطي، ماشي؟ طيب او احد بدا الحبس الاحتياطي ده، ماشي مش مشكله. او مس بالاموال زي المنع من التصرف فيها او ادارتها والكلام ده كله، ماشي؟ لو كان هنا فيها حاله المتهم في موضوع الاموال، يعني عدم التصرف فيها، يعني منع التصرف فيها او عدم ادارتها، لو الكسب غير مشروع والكلام ده. طيب هل يجوز اصدار قرار وذو الشأن غير موجود؟ سلام في النزول الاول، لا. يبقى هنا
اجراء التحقيق الابتدائي. ليه تجراء التحقيق بقى؟ لاستجواب المتهم. يبقى انا بعمل تحقيق ابتدائي ليه؟ عشان استجوب المتهم، عشان لما اجي اخد اجراء تحفظي او اخد عليه حبس احتياطي او حاجه زي كده، يبقى المتهم موجود عندي وانا بقى بستجوبه الدعوه الجنائيه اللي ضده، يبقى في متهم موجود عندي. ما دام متهم موجود عندي يبقى انا اقدر اعمل عليه اجراء تحفظي، ماشي؟ يبقى انا اقدر ايه اعمل عليه اجراء التحفظ، لان الاستجواب هنا اهم قرارات التحقيق الابتدائي. استجواب اهم قرار في التحقيق الابتدائي، وانت خطوه في ايه؟ في سنه اولى، في الترم الاولاني، معلش انا اسف، الترم الاولاني، ماشي؟ ان هو سبيل المتهم، استجواب سبيل المتهم، اللي هو ممكن ايه؟ يفند الادله، ياخد براءه، ماشي؟ يبقى هو هنا الاستجواب اهم شيء للاجراء التحفظ، ماشي؟ او عد او عدم ايه؟ وجود وجه لاقامه الدعوه الجنائيه. يبقى اول حاجه قلنا ايه؟ وجود دعوه جنائيه تاخذ اجراء التحفظ من خلالها. ثاني حاجه اجراء تحقيق ابتدائي في الدعوه الجنائيه. ثالث حاجه توجيه الاتهام الى من يراد اتخاذ اجراء التحفظ. بوجه الاتهام، طب الاتهام بتوجه لمين؟ بتوجه للراجل اللي هو المتهم، هو التام له، اللي هو مين المتهم بتاعنا. طب الاستجواب هنا عشان نبقى واقعيين، النهارده في شاهد، في مجن عليه، في متهم، جبت الثلاثه وبستجوب الثلاثه. هل بكلم الثلاثه بسالهم مثلا بتهم كذا كذا كذا، الشاهد بيتكلم شاف كذا وشاف كذا، المجن عليه اتعمل فيه كذا كذا، المتهم وده اللي يهمني، ده اللي يهمني. يبقى الكلام في الثلاثة أقوالهم مختلفة، الأقوال هنا مختلفة ثلاثة، لكن اللي يهمني استجواب هنا إيه؟ المتهم. ليه يهمني استجواب المتهم؟ لأنه هو الذي يريد اتخاذ الإجراء التحفظي ضده. أنا مش هقعد إجراء التحفظ ضد الشاهد أو ضد المجني عليه، لا، أنا بستجواب المتهم لأنه هو اللي إيه؟ اللي أنا بريد اتخاذ الإجراء التحفظي ضده، ضده او ضد امواله او يبقى هو ايه اهم شيء عندي دلوقتي؟ ايه مواجهه المتهم بالتهمه المنسوبه اليه. طب اذا خلى الاستجواب من مواجهه الشخص اللي هو المتهم، هل يكون الاستجواب هنا صح؟ انا جبت بقى الناس وسالتهم وخلصت، هو ده قال كذا وده قال كذا وقال كذا، فالمتهم مش موجود، يبقى هنا الاستجواب يفتقر الى الادله، مفيش متهم، يفتقر، مفيش في افتقار للاستجواب خالص، خلاص مفيش حقيقي الهدف اللي انا عايزه، اللي هو ايه؟ اللي هو الاجراء التحفظ على المتهم، ماشي؟ طيب ممكن ينجح المتهم لو موجود في تفنيد الادله زي ما قلنا قبل كده، ممكن خلاص بقى ممكن اخد ايه؟ امر تحفظ ولا بتعلق بصوت تحقيق الدعوه باصدار امر بعدم مواجهه الاقامات، ممكن اخد براءه متهم سعدية. ليه؟ لو موجود في تفنيد الادله، ابدا يتكلم في الادله دي، لا دي غلط، دي صح، مش عارف ايه، في استجواب للمتهم، يا اما هياخد اجراء تحفظي يا اما هياخد ايه؟ براءه. رابع حاجه انعقاد الخصوم مع المتهم. ما دام في دعوه جنائيه هبلغ هذا المتهم بايه؟ بدعوه جنائيه، بدعوه عليه قانونا، قانونا قانونية، أبلغه العقاب الخصومة إعلان المتهم بطول إيه؟ قانونية مقاربة دعوة جنائية المقامة ضده. واحد في ضد تهمة هبلغه قانوني. هبلغه قانوني إن في تهمة كذا كذا لك، عندنا هنا في القسم أو في المركز في تهمة جاية، واحد دي بيتهمك بكذا كذا كذا، في مقامة عليك بمعنى أصح. ماشي. يبقى الخصومة هنا بتيجي على عقاب المتهم على الجريمه اللي نسبت اليه، ماشي، واتخاذ الاجراء التحفظي بصوت التحقيق او بحكم محكمه جنائيه. بناء على طلب منين؟ قلنا من شويه، بناء على طلب من سلطه التحقيق، قلناها قبل كده، بناء على طلب من سلطه التحقيق. طيب هل في فرق هنا بين الفرضين اللي هم سلطه التحقيق والمحكمه الجنائيه المختصه؟ اكيد في فرق هنا بين الاثنين، في فرق. ايه هي؟ سلطة
سلطه التحقيق بتقوم بالتحقيق مع المتهم كويس، فريق تعمل مواجهه ليه، بتستومه بتوجهه بتقول له على الادله ماشي بادله التام وتحقيق دفاعه والكلام ده كله. يعني في هنا عملا وفعلا انعقاد الخصومه معه، يبقى هنا في انعقاد خصومه. طيب يبقى هنا بيترتب على كل ده ايه؟ اتخاذ اجراءات تحفظ. زي ايه اجراءات تحفظ هنا بنتاخده؟ زي الحبس الاحتياطي ماشي، او اخلاء سبيله بكفاله ماليه، او منع من التصرف بامواله وعدم ادارته. كل دي بيجي عن طريق ايه؟ سلطه التحقيق. بتيجي هنا بقى النقطه الثانيه، سلطه التحقيق هنا بالتقدم بطلب الى المحكمه الجنائيه المختصه لاتخاذ هذا الاجراء ضد المتهم، اللي هو ايه؟ الاجراء التحفظي. بص، واعلان المتهم تاني بالطرق القانونيه. بالطرق القانونيه. طب احنا هنا في خصومه. في خصومه. ليه في خصومه؟ في دعوه جنائيه. هل لو ما في دعوه جنائيه في ما في خصومه؟ لا. عدم انعقاد الخصومه على التهم هو عدم قبول الدعوه الجنائيه. ما فيش دعوه جنائيه، ما فيش خصومه مع المتهم. ماشي، في هنا نقطة هنتكلم فيها، نقطة كويسة، تطبيق عمل اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو ايه؟ المال ومش المال والكلام دون، التحفظ على شخص معين. ده في شخص هنا معين جه التحفظ على أمواله، تحفظ على أموال هذا الشخص. هذا الشخص لم يوجه له أي اتهام، لم يغتصب من جانب النيابة العامة، لم يجري معه أي تحقيق. خلي بالك من الثلاث نقط دول، يعني وجهنا ليه اتهام كويس، بتحفظ على مال واحد ما اغتصبش من النيابه العامه، يعني النيابه العامه ما بعتلوش، ما جاش معاه اي تحقيق كويس. طب انت بتختصم على اي اساس؟ قالك بنختصم على اساس معين. اهو تحقيق كانت النيابه اجرته مع زوجاته او ورثاته. يا تحقيق النيابه عملته من كام سنه او من كام شهر او من كام يوم مع زوجته او ورثته. طب دلوقتي انت قلت الورثه وده، وده الراجل ده لا انت عملت معاه تحقيق ولا بعت له ولا معلش يعني عملت، ولا هو عملت مخاصمه مع النيابه العامه ولا حاجه خالص، راجل بره الموضوع النهائي. طيب الامر تحفظ على الاموال. طب دلوقتي تم وصفه ايه الراجل ده؟ وصفه متهم طبعا، بقى وصفه دلوقتي بقى متهم، وصفه بقى متهم، رغم ذلك ان هو ايه؟ لم يكن طرف في القضيه نهائي، هو مش طرف في اي قضيه يتحقق معاه طريق النيابه ولا اي حاجه، مش طرف في القضيه، رغم ذلك قلت ايه؟ متهم. طيب هل هنا في شغل معين بنعمله؟ الاخطاء وارده، الاخطاء وارده، اخطاء كونيه وارده. من اجل ذلك الايه؟ المشاريع عمل التظلم من القرارات والطعن على الاحكام. يعني انت هنا بقى كل ده يعتبر ظلم، ظلم في قرارات وفي حكم جه عليك، لا في قرارات، يبقى اعمل ايه في القرارات دي؟ اتظلم منها. ماشي. طب دي النقطه الثانيه، لو حكم جه عليك اطعن في الحكم، يبقى عندي نقطتين، اطعن اتظلم من الاجراء ايه؟ التحفظ. كويس. نيجي للمساله الثالثه، المسألة الثالثة دي يا جدعان خلي بالكم مهمة جدا جدا جدا، اللي هي ايه؟ الطبيعة المؤقتة للإجراء التحفظ ضد المتهم. الطبيعة المؤقتة دي ممتازة جدا. ايه المقصود بالطبيعة المؤقتة دي؟ ايه المقصود بالطبيعة المؤقتة؟ أو الاحتياطية. خلي بالكم نقطة مؤقتة أو احتياطية عشان ايه؟ هنتكلم في الموضوع دلوقتي. الإجراء التحفظي هنا هو ايه؟ ضمان. ضمان لتنفيذ ايه؟ لتنفيذ ما عسى ان يبدي بها المتهم. متى ثبت ذنبه؟ هنا اجراء تحفيظ ضمان عشان انفذ على المتهم، على المتهم اللي ثبتت ذنبه. اجراء تحفيظ ضمان، اجراء تحفيظ عشان المتهم ايه؟ زي ما قلنا قبل كده في الحبس الاحتياطي من شويه، قلنا اللي بيتحبس عشان ايه؟ اقدر يبقى موجود قدام عينيا، في ادانه له، في عقوبه هتيجي عليه، يبقى ايه؟ ما هربش منه. يبقى ما هربش من، ماشي، ادام ثابتت ادانته. ماشي، ده وده ايه اصلا اجراء تحفظه؟ قلنا هو اجراء احتياطي لا اكثر ولا، ده اجراء ايه؟ احتياطي.
هل اجراء تحفظي مؤقت ام احتياطي؟ اجراء التحفظ ده مؤقت او احتياطي؟ نيجي نمشي واحده واحده كده عشان نعرف ان كان مؤقت او كان احتياطي. واحد معين محبوس احتياطي، متهم، شخص متهم اتحبس احتياطي، هل الحبس الاحتياطي ده مؤقت ولا احتياطي؟ ده حبس احتياطي، ليه ما خدش اتحكم عليه؟ لسه ما اتحكمش عليه. يبقى العقوبه دي عقوبه مؤقته ولا احتياطيه؟ كويس، العقوبه مؤقته. ليه؟ العقوبه اللي هياخدها بقى بعد كده حبس احتياطي هياخد عقوبه، هياخد سنه، 2، 6 اشهر، كل دي اسمها عقوبه، هياخد ادان، هيتان. بس العقوبه دي احتياطيه ولا مؤقته؟ قلنا الاول حبس احتياطي خد عقوبه، يبقى العقوبه دي مؤقته. حتى العقوبه بتاعته لو وصلت 25 سنه اسمها مؤقته. بقول لك ايه؟ حتى لو مؤبد، حكم لو مؤبد هو حكم مؤقت. ليه؟ بيطلع بعد 25 سنه. اما الحكم الدائم، الحكم الدائم مش حكم مؤقت، اللي هو ايه؟ هو حكم واحد اللي هو الاعدام. اوكي؟ يبقى الحكم الدائم هو حكم الايه؟ الاعدام. اما جميع الاحكام الثانيه احكام مؤقته. ماشي؟ يبقى دي عقوبه. عقوبه ليست احتياطيه، ده عقوبه خلاص. خد عقوبه يبقى ده ايه؟ مده محدده او مده معينه وليس دائمه. وليس دائما، خد 10، خد 15، خد 7، خد كذا، يبقى خد ايه؟ عقوبه. بس العقوبه دي ايه؟ مؤقته وليس دائما. معنى كلمه دائمه يعني مدى الحياه، مش هيطلع من السجن خالص. ماشي؟ دي حاجه. طب نيجي هنا، هل الحكومه العقوبه دي ليس عقوبه وقائيه؟ انما هي فاصله في الموضوع. طيب، تبعت الحبس الاحتياطي كاجراء مؤقت او احتياطي زي ايه؟ ابدا الحبس الاحتياطي ما زي القبض، القبض او الضبط او التفتيش او الحبس الحكومي او احضار او اغلاء سجن الكفاله، كل دي حاجات ايه؟ احتياطيه، حبس احتياطي. ماشي؟ اجراء تحفظي ضد اموال المتهم ما بيختلفش كتير اللي احنا قلناه. اجراء تحفظي ذو طبيعه مؤقته. ليه؟ بيتحكم عليه بحكم مؤقت، حكم بياخد سنه، بياخد شهر، بياخد 3 اشهر، مش عارف ايه، يبقى برضه حكم مؤقت وليس حكما احتياطيا، لان في ادانه، في هنا في عقوبه، في حكم نهائي، في عقوبه. ماشي؟ يبقى هنا التاكد على وجوب ايه؟ الدقه. لازم هنا في الاجراء التحفظي بالدين لازم يبقى في دقه، في تحري، في تجرد، في عداله. الاجراء التحفظي بالذات لازم كل الحاجات دي كلها موجوده فيه. ماشي؟ طب ايه مظاهر الطبيعه المؤقته او الاحتياطيه اللي هو التحفظ؟ كلمه مظاهر الطبيعه المؤقته في 3 نقط هنا نتكلم فيهم. اول حاجه المده التي يمكن ان يستغرقها الاجراء ذاته. المده بيستغرقها الاجراء ده قد ايه؟ دي اول حاجه، دي المظاهر ايه؟ الطبيعه المؤقته او الاحتياطيه. تاني حاجه موعد التظلم، موعد النظر في التظلم من الاجراء التحفظي وموعد الفصل فيه. موعد النظر في التظلم من اجراء وموعد ايه؟ الفصل فيه. تالت حاجه الموعد اللي بينتهي فيها. ماشي؟ هي بتنتهي بايه؟ فيها الاجراء التحفظي اللي هو بقوه القانون. الاجراء التحفظي اللي هو بقوه القانون. نيجي تالت اخر حاجه اللي انا مستغرب عليها ايه؟ رقابه القضاء على اجراء التحفظ ضد المتهم. رقابة القضاء على الإجراءات التحفظية ضد المتهم. هنا ليه؟ لماذا الرقابة القضائية على الإجراءات التحفظية ضد المتهم؟ هنا الأمر بيحتاج بإيه؟ بيان طبيعة تلك الرقابة ونطاقها. ليه بتتعلق بالإجراء التحفظي بالمقارنة مع إيه؟ مع الرقابة القضائية على الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوة الجنائية. الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوة الجنائية هنتكلم فيه. كويس؟ غير الإجراء التحفظي. كويس؟ طب رقابة القضاء هي ضمان لا غنى عنه، صحة ايه وسلامة القانون. رقابة القضاء مهمة جدا، هي ضمان لا غنى عنه لصحة وسلامة تطبيق القانون. دي رقابة، دي الرقابة.
طب نيجي هنا الاحكام الفاصله، الدعوه الجنائيه، ايه الاحكام الفاصله والجنائيه؟ في احكام، هنمشي احكام فاصله والجنائيه، هنمشي نقطه نقطه. تحقيق ابتدائي كويس، في دعوه جنائيه هنا حصل فيها تحقيق ابتدائي، حصل فيها تحقيق من المحكمه، محكمه وسط المحكمه، احاله المحكمه اتحقق فيها، حصل فيها ايه بعد كده؟ طعن. بعد كده حصل فيها طعن بس، يبقى هنا اخر حاجه الطعن. يبقى في رقابه قضائيه على احكام الفصله في الموضوع، ليه؟ لان الاحكام المطعون عليها صدرت بعد محاكمه، المحاكمه اللي حصلت فين؟ اللي قلناها دلوقتي، في التحقيق الابتدائي كويس، وفي المحكمه لغايه موسم التحقيق النهائي، تحقيق النهائي لغايه موسم التحقيق النهائي، ووصلت كمان ايه؟ محكمه الطعن كويس. يبقى لازم هنا في مراقبه، مراقبه ايه؟ صحه القانون، صحه تطبيق القانون، ماشي؟ صحه تطبيق القانون. يبقى الرقابه القضائيه هنا محكمه الطعن على الحكم الصادر بمحكمه الدرجه الادنى. هنا هنا حجيه الامن المجدي ايه؟ لها ضوابطها القانونيه. ليه ما تقبلش الجدل؟ ما فيهاش جدل خالص، ما فيهاش جدل. رقابه قضائيه محكمه الطعن دي إيه؟ اللي هو الحكم الصادر محكمه ايه؟ الدرجه الادنى. حجيه الامن المجدي ايه؟ لها ضوابط قانونيه لا تكبر الجدل. طيب يبقى انا بتكلم هنا الاحكام الفاصله. نيجي للنقطه الثانيه كويس، الرقابه القضائيه اولى على الاجراء التحفظي ولا على الاحكام الفاصله؟ هنا اولى ولا هنا اولى؟ المفروض الرقابه القضائيه على الاجراءات التحفظيه اولى والزم. ليه؟ ان الاجراء التحفظي قلناه من شويه ان هو في مرحله ما قبل المحاكمه اللي هي في التحقيق الابتدائي، ومن لازم يكون في هنا ايه؟ تحرر الدقه والحقيقه والتجرد والعداله من جانب اصدار ايه؟ الامر اللي هو مين؟ او الحكم اللي بيصدر الامر او بيصدر الحكم. بس يبقى المفروض هنا الاجراء التحفظي اولى والزم على ايه؟ على ايه؟ الاجراء التحفظي، على الاجراء التحفظي يكون اولى والزم من الفصل فين؟ الفصل في في الاحكام الثانيه، في الاحكام الثانيه. طب نيجي هنا اجراء التحقيق الابتدائي مثلا، اجراء التحقيق الابتدائي زي القبض والحبس الاعتياد والكلام ده كله، المنع التصرف في الاموال او الاداره، الاجراء التحفظي صادر من المحكمه الجنائيه المختصه لن يكون في هذه الحاله حكما فاصل في الموضوع، خلي بالك الحته دي مش حكم فاصل في الموضوع، فهو ما زال اجراء وقتيا، اجراء وقتي. اجاز القانون الطعن على الحكم الصادر بالاجراء التحفظي، وفي نفس الوقت سالنا دلوقتي يبقى في تظلم وفي طعن على الاجراء التحفظي، يبقى ان الحكم اجاز الفصل والطعن على اجراء التحفظي. يبقى هنا وخلي بالك بقى ايه، المحكمه اللي كانت شغاله من شويه مش هتيجي هنا تيجي ايه؟ تتكلم في النقطه الثانيه، لا، المحكمه اللي نظرت في المنازعه اللي قبل كده موضوعيه ما تعرضش على القضاء تاني، ما تعرضش، ما فيش ايه؟ شغل فيها تاني المحكمه اللي هي قامت بالتحقيق. طب ايه ادوات الرقابه القضائيه على الاجراءات التحفظيه؟ في ادوات؟ طبعا هنا في ادوات متعدده للرقابه القضائيه على الاجراءات التحفظيه. ايه هي؟ أولًا في التظلم من قرار المنع من السفر، ده رقم واحد، التظلم